عشان كده أي زول بيضعن في البخاري ولا مسلم ده جاهل بالدين، وداير يضعن في الدين سواء قصد أو لم يقصد، صرح أو لم يصرح. زول تقول له رواه البخاري، يقول لك عندنا فيه رأي. أيوة كويس. أها مسلم كيف؟ عندنا فيه رأي. أها سنن أبي داود والبخاري نحن تكلمنا فيه، سنن أبي داود. أها سنن الترمذي كيف؟ برضو. سنن ابن ماجه برضو. مسند الإمام أحمد برضو. يبقى السنة كلها كتب عنده فيه شنو؟ واحد ناقشناه وأنا وأخونا أحمد ده جزاه الله خير، ناقشناه قال القرآن ده أنا مؤمن به، متيقن إنه ده كلام الله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال لكن السنة دي الأحاديث دي غايته أنا ما بقدر أقول الحديث ده أي حديث، ما بقدر أقول أنا مؤمن به يقينا ما فيه ظن ولا شك. قالوا لي المهم النقاش وكذي، قال لأن الكتب دي مرد على سنوات وده بزيد وده معنى الكلام وإن لم يصرح به. قام واحد فينا سأله جزاه الله خير، واحد فينا سأل الزول قال ليه تسمع عمر بن الخطاب مؤمن إنه في صحابي كان اسمه عمر بن الخطاب ولا شاك في الموضوع ده؟ والله يا عمر بن الخطاب. قال له هاي أنا عارف في واحد اسمه عمر بن الخطاب. لا عندك فيه شك إنه يمكن يكون فيه ولا ما فيه ولا موقن تماما؟ قال موقن تماما. وينجيب آية فيها عمر بن الخطاب؟ عمر بن الخطاب ما عرفه بالسنة ذاته. يا عمر أتدري من السائل ده؟ أنت ما عرفته بالكتب ذاته. لا بس الموضوع ده وكتاني أحمد ده وحاجات ما بدأ نقوله فيها مشاكل تاني برضو فيه حاجات. لا قال لي وها مبطلات الوضوء خروج الريح كيف؟ قال لي في القرآن ما بيبطل الوضوء. يا قال لي تتوضى وتمشي ساي كان خرج ريح وإيش هاي؟ قال لي تمشي على الجامع أي شيء خرج ريح أي شيء. والله ده معنى كلام يعني. تخيل زول يتوضى وجاي الجامع، ناس عندها فهم مغلوط وإلى الله المشتكى. السنة دي زي ما الله حفظ القرآن حفظ السنة، لأنه الدين ما بيكتمل إلا بالسنة. بل الألباني قال قول بعض الناس يرجع إلى كتاب الله، فإن لم يوجد في كتاب الله معنى الآية يرجع إلى سنة رسول الله، قال ده غلط. قال وإنما يقال يرجع إلى كتاب الله وسنة رسول الله، يجيبون سوا. لأن الله قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى منه؟ إلى الله. ما قال إلى الله ثم إلى الرسول، قال إلى الله. قال فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال في أشياء في القرآن حرمت عليكم الميتة والجراد ميتة، ما بتقول نفتش القرآن كان ما لقينا آية تفسر الآية دي نرجع للسنة، قال ده غلط. وإنما القرآن والسنة جميعا. الله قال واذكرنا، الله سبحانه وتعالى قال واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. آيات الله القرآن، والحكمة شنو؟ السنة. والقرآن والسنة يتلى القرآن في بيوت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة تتلى أيضا بعضها في بيوت زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فده الحديث الأول من الأحاديث دي في الإخلاص، فالناس إن شاء الله تستفيد من هذه الكلمات التي قيلت، وإن شاء الله إذا مد الله في الآجال نواصل في هذا الكتاب. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ من واصينا جميعا إلى البر والتقوى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.